عاصمة عزيز مرحبا. عاصمة أمين مرحبا عايش. مرحبا عزيز ساعة هنين على صحتك ساعة قبل كل شيء. نقولك إن شاء الله لاباس خويا الغالي إن شاء الله باللطف وإن شاء الله ربي ما عندك سؤال. المهم أنت لاباس اليوم؟ يا عايش الحمد لله مرحبا بكم الناس كل الحمد لله صحة لاباس الحمد لله. به أنت وقتش في بالك اللي أنت مع تمريض بالكورونا من وقتش علمتك وزارة الصحة؟ تعلمت نهار لحد في الليل. نهار لحد في الليل اتصلوا بيك قالوا لك راهو بوزيتيف للتست نتاع سامحني نهار الاثنين. نهار الاثنين نهار الاثنين نتصور الصباح معناتها نهار الاثنين الصباح علموك اللي نهار لحد عملت تست ونهار الاثنين تعلم. باه انت كنت لبرا وروحت هكا ولا؟ اي جيت نهار السبت في الليل. نهار السبت في الليل معناتها ملي وصلت كنت في باريس على ما يبدو باريس ها؟ معناتها من باريس جا لتونس كي هبطت معناتها كيفاش تعاملوا معاك كيفاش معناتها لقاو عندك سخانه زايده في المطار كيفاش عملوا بالضبط؟ لا لا بديت هو تعاملت كل المسافرين الكل تعدينا على سيستم تاع تمبيراتور ما عنديش الاعراض دونك سيستم تاع تمبيراتور كان عادي خذينا احتياطاتنا الكل كنا لابسين ديكون وكنا لابسين ماسك وبالديزانفكتون وتعديت عادي وروحت ديرك للدار وخيرة باش نقطع الشك حديت نعمل تيست ومن طور قعدت ونيزلمون ديرك للدار. باه تيست عملت واتصلت اي كلمت 190 انت قلت لهم راني مروح وشك في روحي. اي فوالا سي سو. معناتها جاوك قداش قعدوا باش وصلوا لك ديجا وجاوك؟ لا لا تبارك الله عليهم يخدموا على روحهم صفا مش معنى مشكلة دخلت ديريكت ساعات يبدا معناتها بالتليفون على خاطر برشا سيغ شارج نتاع تليفونات نفهمو مي سينو الحقيقة يرحم ربيهم جاو وخذاو الخلف معاهم من غدوة علمو. باه عزيز يقولوا انه من الاعراض نتاع حتى اللي يتفرجوا فينا يحبوا يعرفوا شنو الفرق بين جريب نورمال شنو الفرق بين المريض بالكورونا انت شنو الاعراض اللي لقيتها حتى لتو موجوده عندك وحاسب التيست يظهر انت في معناتها ما زلت في الايامات الاولى هكا ولا؟ والله التيست ما يوريش هذاك والاعراض الحقيقه ما عنديش اعراض واضحه خاطر كي سمعت اللي بوزيتيف ربطت بايامات قبل نتاع مثلا تعرفت الميجرين وجع في الراس ولا معناتها اون بوتيت غريب ما ربطتش من الاول ما في باليش اللي هي هذاك معناتها الكورونا دونك الاعراض الحقيقه باش نقول لك في صحه لاباس الحمد لله ما عنديش هي الحمد لله ماشي عادي ان شاء الله ربي ديما ان شاء الله في صحه جيده وان شاء الله يا ربي نسمعوا كان الاخبار طيب انت الحاله الاولى اللي موجوده في ولايه سوسه معناتها هو الحال اي في الدار في الحجر الصحي موجود في الدار هكا ولا يا عزيز؟ اي هو اول حاله موجوده في ولايه سوسه كان المعلومات اللي عندي دونك صحيحه والحاله الاولانيه اللي كانت وجدت في ولايه سوسه دونك هبطت ستاتيو على فيسبوك معناتها كانت بارتاجة برشا وقراوه برشا ناس في بيان سور معناتها حابين سامحنا هنا كل نحييوك نقولوك يعطيك الصحه هذا الوعي اللي حاشنا به قال العباد اللي قابلتهم النجم نكون ملي روحت لتونس بلا اقعدوا في الحجر الصحي هكا ولا؟ انا راني الستاتيو اللي هبطته ماهوش للتوانس اللي تعيش في تونس راهو للعباد اللي تعيش في باريس على خاطر انا ملي روحت من باريس ديجا في الحجر الصحي راهو العباد ولات راتني في القهاوي ولات راتني في بلايص اخرين ادرك ما خرجت الجيم معناتها من ما تركت تعدي ديريكت للدار وهذاك هو معناتها ما قبلت حتى حد عايش دونك ما خرجتش من الدار انت لهنا في تونس دونك ستاتيو اللي عندك صحابك ينجموا يكونوا توانسه البرا ولا دي زيترونجي يعيشوا البرا تنجم تكون قابلتهم هكا ولا؟ دونك الميساج كان ديهم هما وستر الميساج الثاني اللي هو للعباد اللي في تونس تعيش باش كان تقلقوا ولا حسوا بحاجه ولا حاجه يكلموا في 98 وماذا بهم يشدوا الدار باش يخافوا على عائلاتهم باش يخافوا على امهم وابوهم واخواتهم واصحابهم ويخافوا على تونس وكاو هذا هو الوعي اللي حاشنا به نقعد ان شاء الله فيه ونحاولوا نحاولوا المرض هذا ما نطولوش بيدينا ما نقعدوش نستناو اللي يحطونا الكوفر ولا حاجه نشدوا دار وان بروفيت مادام نجموا نشدوا دار بحذا بحذا عائلاتنا هذايا اللي ننصحوا مادام عندك الحق انك لوبورتونيتي انك تنجم تشد دار بحذا تتفرج في التيلي بحذا امك ولا ابوك ولا اخواتك بازي
خير من اللي انك تقعد في بيت وحدك وما تنجمش تحكي. عزيز جوست خال ما تعداو لي كرونيكور عندهم اسئله باش يسالوك عزيز، معناتها انت توا في ايزولمون في بيت وحدك ولا كيفاه؟ في بيت وحدي. ومعناتها كيفاش يجيبوا لك تاكل وكل في النهار؟ معناتها كيفاش يعملوا معاك؟ من بعيد لبعيد يحطوا لي بلاتو ونمشي نجيب نخرج ننظف ورايا بجفال. كيما اللي قاعدين يوعيوا في 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 الوسائل العالم الكل ويقولوا لي واضح. باه شكون رابع عندها سؤال؟ سؤالي عزيز ساعة عسلامة اخويا ان شاء الله باللطف عليك. سؤالي كيفاش قاعد تداوي؟ معناتها شنو تفهمت انت وجماعه سامو؟ ما نعرفش شكون وزارة الصحة شنو وزارة الصحة شنو مال كيفاش قاعد تداوي تو سامبلومون؟ والله كيفاش قاعد تداوي انا قبل ما نجي لبريد كانت عندي ديبيو تاع غريب دونك ناخذ جوست في ان انتيبيوتيك وكاو الحقيقة دونك ما عنديش اعراض ولا حاجة نستنى بالوقت ونواظب على الدواء هذا تاع الانتيبيوتيك ما خديتش حاجات اخرين خلاف لي ديزان ناكل وكا واضح باه مانيش قاعد ناخذ في دوايات الحقيقه معناتها مش حاجه سبيسيال دونك ولو انه نبهوا هما من لي زونتي انفلاماتوار قالوا ما حاولوا ما تاخذوش منهم بون ما نعرفش انا ما خديتش زونتي انفلاماتوار ما خديتش باه هاجر عزيز ان شاء الله لاباس نحب نسلك حس ما فهمنا لي احنا اوني با على بري خاطر انت قلت عملت الجيل وعملت لي بريكوسيون الكل وزيد تعديت في المطار دونك هذا زيد يخوفنا شويه معناها شنو تنصح التونسي العادي تو؟ اي خاطر انا نخدم المطار وديجا في نخدم عاطينا دي كونتيني انه ما نسلموش وما نقربوش ونخلي 2 متر و 3 متر افيك لي كليون ورغم ذلك عملت كل شيء ما على غالب هذاك اللي مكتب ربي دونك راهو يتعدي فيتا فيتا ما نعرفش اسكو مترونسبور من الماكله لبرا ما عنديش ما عرفتش منين خاطر عندي ثلاث جمعات لا نسلم لا على بيت لا عندي كونتاكت فيزيك لا حتى شيء دونك ما عنديش الفكره منين ورغم اللي حاولت ان انا نخبي روحي ونحمي روحي في البيت. باهي كان عندك ميساج جوستومون قبل ما نجيك امين عندك سؤال شكون عنده سؤال خم ولاولاد اللي عنده سؤال تنجيه معناتها كان عندك ميساج للتونسي اللي قاعد يتفرج او السيد الوالي معانا زاد كيف كيف معناتها اللي نجم يقول كيف كنت نصور قبل ما تمرض قلت امبوسيبل انا نجم نمرض بالمرض هذا قلت مستحيل نجم نسمع بيه انا قام اخو احتياطاتي اما تنجم تكون في اون فاي عملتها نهارتها الله غالب ربي كتب كنت انت مريض معناتها شنو الميساج اللي تنجم تقوله التوانسه تو؟ حاولوا شدوا دار بروفيتي من القعاد بحذا عائلتكم مادامكم تنجموا مادامكم ما كومش معناتها ما يجيكمش تيست بوزيتيف مادامكم ما كومش مرضى وتنجموا تقعدوا بحذا عائلتكم قرار دونك اقعدوا بحذاهم تفرجوا في التيفي تحبوا تعملوا القهوة عملوها في الدار حاولوا كل شيء عملوا في الدار حاولوا أخلقوا أمبيونس باهية في الدار وقعدوا وأنا تندون خلنا نحمي بلادنا خلنا نحمي رواحنا وما نوليوش كيما برشا بلدان أخرين ناخذوا منهم العذرة وما نستناوش الوزارات اللي انتهبت علينا معناتها الأخبار نتاع الكوفر واللي هو حاولوا نكونوا انتوما سباقين وان شاء الله لاباس وان شاء الله بيريود تتعدى ان شاء الله ربي لاباس بس يحلى ونقعدوا مع ديارنا ونقعدوا مع اصحابنا باه عزيز عزيز احلام هاي تحب تحكي معك عزيز برشا ما يعرفوش لي عزيز صديق مقرب على الاخر لطف عليك يا غالي بشرتنا بالعكس اسمعني زيد تبولد يا عزيز ما تخش علي لطف عليك يا غالي اني على اتصال بعزيز ديجا وطمني على حاجه مش جزرته معناتها لا لا ها وقال لي زيد ولي يا في الحجر الصحي 6 شهور حبس توا معناتها وحده كان زرته الحجر الصحي دونك لطف عليك عزيز ان شاء الله لاباس صرت بالك على روحك و وكهو بالحق سمعت راني تصدمت على الاخر في بالي انا نسكت لا لا بس انا غير ما هو محلاه مورال طالع وما عندوش عرض ليه مش عليه هو اما كامل بحس انا غير كوزوت العباد اللي تتفرج معناها هذه كان مشكل فيش ما لازم عمرك ما تقول انا غير با كوزوت انا ما نجم اجرى لي حد شيء دونك مش مع امون في ساعه من وقت عزيز ربي يشفيك اما جوست نحبك توعي العباد على خاطر نشيطنوا احنا في العباد المرضى كوم سي ارهابيين ولا حاجه لوك ربي يشفيهم غير الناس مرضى دونك وعي العباد باش نقولوا
نقولهم اللي هما على غالب ذكم الناس اما مرضوا ربي يشفيهم اما اون لي جاب ولي سبا ما نشيطنوهم. هو الحاجه اللي قلناها من الجمعه اللي فاتت باش نعاودوها اليوم خاطر الجمعه اللي فاتت يمكن ما كانش هما الامباكت كيما اليوم. المرض مش مسؤوليه المريض مش هو يختار اما الوباء وانتشاره جوستومون هو مسؤوليه المريض كي يعزل روحه. باهي عندكش ميساج تحب تقوله للتوانسه؟ حافظوا على صحتكم، حافظوا على دياركم، حافظوا على بلادكم، خاطر ما عندناش لي مويا انه كان باش تكثر بينا الحاله باش نجموا نقاوموا الشيء هذا الكبير. دونك كونوا انتم صادقين خير من برشا بلدان وخذوا العذره من برشا بلدان. اقعدوا في دياركم، بروفيتي في دياركم ويا ربي يشفينا ويرجعنا الدنيا كلها لاباس ونتقاوموا. عزيز يعطيك الصحه عزيز، تحب نقول لقب ولا؟ انا عزيز نقول لقب ولا لا ميتش مش لازم عزيز. عزيز خويا يعطيك الصحه بارك الله فيك وفريمون هاو المورال الطالع اللي نجموا الرسمي فوالا هيك كده واحد سمعي المورال طالع ما نجموش نخاف.